السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. أنا الدكتور سعد رشيدي، استشاري مسالك وأمراض الكوع والعقم. أتكلم معكم اليوم عن الفرق ما بين طبيب الكلى وأيضا طبيب المسالك لوجود لبس كبير بين المرضى. طب الكلى أو طبيب الكلى هو طبيب بالعادة يكون متخرج من طب الباطنة، وبعد ذلك تخصص دقيق في طب الكلى، يعنى دائما في مرضى أو الأشخاص اللي لديهم أمراض تتعلق في الكلى غير جراحية، مثل الأشخاص اللي لديهم تدهور في وظائف الكلى أو المسمى المعروف الفشل الكلوي أو مشاكل الكلى، والتي تكون ناتجة بالغالب عن مشاكل صحية مزمنة مثل الضغط والسكر أو المشاكل المناعية، أو يكون أيضا مسؤول عن متابعة المرضى اللي على الغسيل، أو أيضا بعض المشاكل التعلق في ضغط الدم الناتج عن مشاكل الكلى. طبيب المسالك دوره في مشاكل الكلى يكون بالعادة دور جراحيا، يرى ويعاين ويعالج المشاكل الكلى اللي يكون ناتجة عن الحصوات، التسكر في الكلية، العيوب الخلقية اللي تسبب مشاكل أو تسكر في الكلية، وأيضا يكمل ما بعد الكلية لرؤية مشاكل الحالب، مشاكل المثانة، وأيضا مشاكل الذكورة والعقم، ومشاكل أخرى تتعلق في المسالك البولية. ولكن الفرق بين طبيب الكلى الباطني وطبيب المسالك البولية اللي يرى الكلى، أنه طبيب المسالك البولية يشوف الحالات اللي بالغالب سوف يكون لها عمليات جراحية في الكلى، وطبيب الباطنة أو طبيب الكلى الخريج من طب الباطنة يرى الحالات اللي فيها تدهور وظائف كلى أو ارتفاع وظائف كلى غير جراحي. ودمتم بصحة وعافية.